بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وتقرير جديد هنا من أندونيسيا. كوفي لواك أو قهوة لواك، هذه القهوة التي كانت إعلاناتها ودعايتها انتشرت بشكل فظيع، واعتقدنا أنها لعبة من إحدى متاجر القهوة العالمية، ثم ظننا بأنها أوروبية ولكنها في الحقيقة أندونيسية، ونحن هنا في مسقط رأسها. أغلى قهوة في العالم، دعونا نتعرف عليها. كوفي لواك لنشاهد. القهوة المشروب الأكثر تناولا في العالم، ولكننا هنا نتحدث عن الأفضل والأغلى عالميا، حيث تصل قيمة الكيلو الواحد من قهوة الواك إلى أكثر من $1,000، والكوب الواحد قد يصل إلى $70 أمريكي. كوب الواك مسقط رأسها إندونيسيا، وليس كما اعتقد البعض إيطاليا، وتعرف القهوة بمذاقها اللذيذ وتركيزها العالي وفوائدها الكثيرة، وينقسم إنتاجها حصرا في جزيرتي بالي وباندونغ في إندونيسيا. هذا العمل توارثه من الأجداد، لكنني بدأت هذا المشروع وحرصت على تطويره في عام 2014، ونعتبر هنا علاوة على تقديم القهوة مركزا ثقافيا، حيث أننا هنا نربي حيوان الواك ونبين للزوار المسلمين أنها قهوة حلال، فيتعلمون خطوات استخراج القهوة وفرزها وتنظيفها وتحميصها، ومن ثم تقديمها للزوار الذين يأتون من أوروبا وأمريكا ومن السعودية ومختلف دول العالم. كوبي الواك نسبة إلى حيوان الواك، والذي يعرف بالعربية باسم الزباد، هو حيوان ثدي صغير ولطيف يعيش في مناطق جنوب آسيا وخاصة في إندونيسيا، والذي تستخرج منه القهوة، حيث أنه يتغذى على ثمرة القهوة وبعض الفواكه. ومن المعروف أن هذا الحيوان ينتقي حبوب البن عن أشجارها ويأكلها بنهم، فتعمل الأنزيمات الموجودة في معدته على تخمير حبوب البن وتفكيك البروتينات، مما يجعل حبوب القهوة بمعدل كافيين رائع لا يمكن الحصول عليه بالطرق التقليدية. هذا المكان طبعا في قرية لمبانغ أو مقهى، وأيضا لمنتج للقهوة، وهي مشابهة قليلا للقهوة العربية، فهي مميزة وغالية جدا، ومنبعها الأصل في إندونيسيا وليس في إيطاليا. إيطاليا تأخذها وأوروبا تأخذونها من هنا، إما عن جزيرة بالي وإما عن طريق قرى لمبانغ التي نحن متواجدون فيها الآن. ولدى خروج حبوب البن من جهاز جسمه، يتم تجميعها بعناية من قبل المزارعين، حيث يقوم فريق مختص بفرز حبوب القهوة بعناية وتركيز، حيث أن قهوة حيوان الذكر أفضل وأغلى من الأنثى، يتم الفرز يدويا بتقشير حبوب البن الذي يحتوي على 3 قشور وصولا إلى حبة البن، بعدها يتم غسلها ونقعها بالماء الساخن جيدا، ثم تجفف لمدة شهر كامل وتنقى وتفرز مرة أخرى، بحيث يتم إزالة جميع القشور والحبوب المتكسرة لضمانة عدم وجود أي مخلفات أخرى غير البن، ثم يتم تحميصها بكميات قليلة على الحطب وبشكل يدوي، بعد ذلك تطحن القهوة بدرجة متوسطة أقرب إلى الخشونة. تقدم القهوة الواك في بعض دول العالم كاليابان وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، وفي المناسبات خاصة جدا وللطبقة الراقية والمترفة من المجتمع. يبلغ إنتاج إندونيسيا من قهوة الواك حوالي 500 كيلو غرام فقط سنويا، وذلك لصعوبة ومحدودية إنتاجها بكافة المراحل التي تمر بها. هذه القهوة لها طعم ورائحة مميزة، ومن أفضل القهوة التي شربتها إلى حد الآن. وتعتبر قهوة كوبي الواك مشروبا حلالا بشهادة وضعت في مدخل المقهى المطل على المزرعة، وذلك من مجلس العلماء الإندونيسي بقرار موضح برقم رسمي وتوقيع مدير لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية
بمجلس علماء غرب جاوة. تجربة فريدة تعيشها عند مرورك بهذا المكان الأشهر عالميا والذي يزوره العديد من السياح حول العالم مع صديق العزيز لواك. كوفي لواك، قهوة لواك، هذه القهوة الجميلة استطعنا أن نعيش هذه التجربة هنا بمراحلها كما شاهدتم في التقرير. نزار العلي لقناة اقرأ الفضائية من قرية لمبان باندونغ اندونيسيا.